طيب ازيكم عاملين ايه؟ كله تمام يا رب تكون كل حاجه بخير وكله تمام وميت فل و14. هروح لشيء لا يدعو للضحك على الاطلاق وانما يدعو دائما للاسف الشديد للحزن والاسى، وهو تشييع جثمان السيده مريم مجدي الله يرحمها واللي توفيت او قتلت بسويسرا. طبعا تشييع الجثمان كان بعد وصول جثمانها الى محافظه الدقهليه وتحديدا لشربين. دي المرحومه مريم مجدي الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته. وزاره الهجره ووزاره الخارجيه بيتابعوا بمنتهى الدقه وعن كثب مستجدات القضيه بعد العثور على جثمان المرحومه مريم مجدي ملقاه في نهر من الانهار داخل دوله سويسرا. احنا معانا على التليفون استاذ احمد مجدي شقيق المرحومه مريم. اهلا بيك يا فندم والبقيه في حياتك. الحمد لله. ازي حضرتك استاذ يوسف؟ الحمد لله والشكر لله استاذ احمد. يعني احنا بالتاكيد قلوبنا معاك واحنا بنتابع القصه يمكن من اولها، يمكن حضرتك شفتنا او سمعت متابعتنا. واحنا يهمنا نعرف يعني ايه الجديد اللي حاصل في هذه القضيه، التحقيقات وصلت لحد فين مع المتهم بمقتل مدام مريم الله يرحمها يا رب. الله يرحمه. لا ما عندناش اي تفاصيل. معلش يا استاذ احمد هو الخط بيقطع، انا هستاذنك مش عايز اتقل عليك بس اتغير مكانك. اتفضل يا فندم. اديني لحظه اغير مكاني كده ممكن. في صوت ولا مزاج؟ كده سامع بوضوح يا فندم. طيب حتى الان ما عندناش اي تفاصيل، ما عندناش اي معلومات بخصوص التحقيقات. لحظه. لحد دلوقتي لسه ما عندناش معلومات. مع اللي نعرفه بس انه وليد انه حتى الان المتهم الاول والرئيسي والوحيد في القضيه رهن الاحتجاز. ده لحد دلوقتي هو رهن الاحتجاز وبالتالي اكيد بيتم التحقيق معاه، لكن ما عندناش تفاصيل حول التحقيق. ده مش موجود، ده مش متاح بالنسبه لنا دلوقتي. طيب وبالنسبه للبنات؟ البنات ودي القضيه الاهم. الاهم طبعا. طبعا. البنات زي ما قلت وبقول تاني، البنات معاهم الجنسيه المصريه، البنات اتولدوا في مصر، مدارسهم في مصر، عاشوا اكتر من 7 سنين في مصر. غابوا عن مصر بس ال 11 شهر اللي فاتوا بعد هروب الاب بيهم. حاليا البنات بدون عيله. البنات في دار رعايه شويه وهينزل اعلان للبنات ان هم بدون عائله، وبالتالي في بيكون هناك في سويسرا طابور اللي هي بتبقى عامله طلب للتبني. فمن الوارد ان البنات ممكن يروحوا لاي عيله من العائلات دي، وطبعا ده هيكون في ظلم للبنات ولعيله الام، لان بموجب القانون السويسري بما ان الاب مدان ومتهم فمش من حق الاب او عيله الاب ان هم يحتضنوا البنات لا حاليا ولا في المستقبل. كويس. فاذا اهل الضحيه اللي هي مريم الله يرحمها موجودين وعلى اتم الاستعداد لاحتضان البنات، وده يكون اقل شيء ممكن نعمله بناتها ويكونوا جنبها وقريبين منها. في تفاصيل كتير في الشق القانوني احنا اكيد مش على درايه بيها، في مختصين كتير. عندي ثقه وزاره الخارجيه ان هم هيساعدونا في الامر ده زي ما ساعدونا في السابق من بدايه الازمه، ما تاخروش علينا باي حاجه، ليهم كل الشكر والتقدير وكل المسؤولين في البلد ان هم ما سابوناش لوحدهم ولا سابوا بنتهم لوحدها، وقدروا ان هم يرجعوا مريم لمصر تاني وان هي تتدفن في مصر، ما سابوهاش هناك. اظن وعلى يقين تام ان هم مش هيسيبونا ومش هيسيبوا البنات تروح مننا، وهيساعدونا قدر الامكان ان احنا نرجع البنات. كويس جدا، لان احنا كل المحاولات اللي احنا عايزينها انه الخارجيه والهجره يقدروا ان هم يعني نشوف ايه الاجراءات القانونيه اللي ممكن تتبع داخل سويسرا بحيث ان احنا نقدر نرجع البنات على مصر وبالتالي يبقوا في رعايتكم وتحت ولايتكم. بالظبط. كمان اسف
طوال السنين صورة وبس. معلش الخط رجع يقطع تاني، أنا آسف. غابوا عنها بس ال 11 شهر اللي فاتوا بعد هروب الأب بيهم. فالبنات حياتهم الكاملة كانت هنا في مصر، عاشوا أكتر من 7 سنين فكل اللي احنا طالبينه أو بنطلبه إنه الدعم في إننا نرجع البنات. دي أبسط حاجة ممكن نطلبها لمريم، أو ممكن نعوض بيها مريم عن الغدر اللي تعرضت له. مريم وثقت في الحكومة السويسرية، وثقت في القضاء السويسري، وثقت في المنظمات الأهلية في سويسرا، وبناء عليه سافرت وهي مش خايفة، لأن هي عارفة إن هي راح تتعامل مع متطرف، ولكن وثقت فيهم وهم ما قدروش يحموها هناك في سويسرا. هي تعرضت لغدر زي ما كنا بنقول، او زي ما حضرتك قلت بالظبط. ف محتاجين ان الجهات المعنيه تساعدنا في عوده البنات، يعني وانا واصل تمام الثقه ان هم مش هيتخلوا عننا. والوزيره سهى الجندي لما تواصلت معايا بشكل شخصي اكدت لي ان هم بيدعمونا بشكل قوي جدا ومش هيتخلوا عننا. بإذن الله أتمنى إن احنا نشوف الطرق القانونية إيه اللي نقدر نرجع بها البنات في أقرب وقت، ما البنات هي عيلة تانية. طب أستاذ أحمد، حضراتكم أكيد وكلتوا أو اتفقتوا مع محامي يبقى فاهم طبيعة القوانين السويسرية خصوصا في حالة زي دي، ولا لسه؟ في توقيت مكتب محاماة هنا في مصر يكون عنده خبرة دولية في القوانين. عندي معاه ميعاد يوم الاثنين ان شاء الله. ان شاء الله هيطلعني على بعض التفاصيل. عظيم. ولكن برضو محتاجين يعني في اقرب وقت انه يكون موجود في سويسرا، اللي هو والده مريم طبعا، والدتي، لان هي اللي يخول ليها استلام الاطفال، لان هي ما زالت على قيد الحياه. طبعا ربنا يديها الصحة وطولة العمر يا رب. الله فتصبح هي طبقا للقانون المصري هي الحاضنة للبنات، لأنه بموجب أي حد في حضانة البنات حتى اللحظة اللي احنا فيها كمان بإذن الله ربنا يستر. أنا متأكد من أن وزارة الهجرة ووزارة الخارجية هيبذلوا كل ما في وسعهم لدعم مسألة عودة البنات إلى مصر، وإن شاء الله يوم الاثنين احنا حتى هنحاول إذا سمحت لنا نكلم حضرتك برضو يمكن زي دلوقتي نعرف يا ترى رؤية المحامي اللي حضرتك قعدت معاه أو شركة المحاماة اللي حضرتك هتقابلها رؤيتهم إيه للحالة ورؤيتهم إيه للقضية. بنتمنى بالتأكيد أن البنات يرجعوا لمصر سالمات ويبقوا يعني تحت رعاية والدة حضرتك وتحت رعايتك في النهاية. أشكرك جدا يا فندم. شكرا ليك أستاذ أحمد مجدي شقيق مريم مجدي رحمة الله عليها. أنا بأكد ومطمن أنه بالتأكيد الوزارتين خارجية وهجرة هيقوموا بكل ما هو مطلوب لأجل عودة الفتيات. في النهاية احنا مقيدين بالقانون السويسري، وكويس جدا ان استاذ احمد بدأ يتواصل مع شركة محاماة لها خبرة دولية عارفة يعني ايه القوانين في سويسرا تحديدا في مثل هذه الحالات، ونتمنى كمان ان احنا نجد التعاون من الجانب السويسري. هستأذنكم هنروح لفاصل وهنرجع نكمل الكلام. في إطار حرص وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، أطلقت الوزارة المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 40% وبجودة عالية، وتستمر فعاليتها من 16 من الشهر الجاري حتى نهاية شهر رمضان. واقفين معاك بروح وقلب.
بتلاقينا. المبادرة بتوفر للعملاء جميع الأصناف الاستراتيجية بأسعار خاصة ومتوفرة بكميات كبيرة. نشكر طبعا وزارة الداخلية والسيد رئيس الجمهورية على الاشتراك في المبادرة وبتوفير السلع وبالأسعار المميزة دي. أي مواطن هيخش سلسلة مع شعار مبادرة كلنا واحد هيلاقي فرق تخفيضات كبير جدا بالنسبة للسلع الموجودة، وأهم من التخفيضات هي إتاحة السلع بكل أنواعها بكميات يحتاجها المواطن في داخل رمضان. نشكر وزارة الداخلية وسيادة الرئيس على دعمهم لينا للمشاركة في مبادرة كلنا واحد للمرة الأولى للمساهمة في التخفيف عن المواطن المصري والمساهمة بتقديم أفضل المنتجات بأفضل الأسعار وتخفيضات كبيرة خلال الفترة الحالية حتى نهاية شهر رمضان إن شاء الله. ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل التجارية والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة لتصل إلى 2031 منفذا وست معارض رئيسية و44 معرضا فرعيا و67 شادرا بمختلف محافظات الجمهورية، وجاءت مشاركتهم من منطلق وطني وبالتنسيق مع وزارة الداخلية حرصا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وجميعها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها. المبادرة دي هي الداعم الحقيقي للمواطن المصري في الأسعار، وفي نفس الوقت هي المنافس القوي للسوق الموازي. وجود البضائع عندنا بكميات كبيرة وبكميات ضخمة بيدي رسالة طمأنينة للناس كلها. والله في كل حاجة، بس أنا خدت اللي أنا عايزه بس، السكر والرز. صراحة موفرين كل حاجة، والسلع والرز والسكر كل حاجة متوفرة، والسمنة والزيت وكل حاجة متوفرة. بودرة زي الفل، والحمد لله الحاجات متوفرة، السكر ب27 والرز ب25. شكرا للسيد رئيس الجمهورية على مبادرة كلنا واحد، والسلع الحمد لله متوفرة. مبادرة كويسة وفيها كل حاجة رخيصة، رز 25 والسكر 27. المبادرة دي جميلة، كلنا واحد دي حلوة، بس عاوزينها تستقر، مش أيام رمضان وبس، احنا عاوزين أيام رمضان وفي العيد الكبير والعيد الصغير، ليه في استغلال بره. مبادرة طيبة وجهد مشكور من وزارة الداخلية توفير السلع. وسط إشادة كبيرة من المواطنين بهذه المبادرة، كان الإقبال على شراء السلع المعروضة في إطارها، والتي تتسم بالوفرة والجودة والأسعار المخفضة، والتي تمكنهم من شراء متطلباتهم بأقل تكلفة قبل بداية الشهر الكريم وخلاله. نزلت النهاردة معرفة مبادرة كلنا واحد هتبدأ النهاردة، نزلت أجيب احتياجات المنزل، وصراحة لقيت كل حاجة متوفرة هنا. نعرف السلع التجارية جنبي، الرز وسكر وكلها بأسعار جميلة، أسعار أرخص من بره. نشكر الرئيس السيسي، رئيس عظيم والله، إن عمل لنا المبادرة كلنا واحد، جعلت كل فئات الشعب تشتري كل الأصناف وبأسعار مخفضة جدا. مبادرة كلنا واحد مبادرة كويسة جدا، بحيث إن احنا بنلاقي كل احتياجاتنا بأسعار مخفضة جدا عن اللي موجود في الأسواق بره، بنلاقي كل السلع اللي احنا محتاجينها. أنا استفدت جدا جدا من المبادرة، غير اي سعر بره خالص، جبت سكر ومكرونه والرز واليميش رمضان كله، بجد الاسعار فعلا فعلا جميله. في هذه الاثناء تواصل منظومه امان التابعه لوزاره الداخليه توفير كافه انواع السلع من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهوريه باسعار مخفضه. كما قامت منظومة أمان بطرح عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة بتخفيضات تصل نسبتها إلى 50%. يا بلودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. ملابس زمان كلها ان شاء الله، يعني الحمد لله كل حاجه فيها اسعار ارخص من بره، وكل حاجه موجوده فيها ومتوفره فيها. لا، سعر الكرتونه موفر كتير عن بره، واسعار رخيصه في امان بصراحه ربنا. حاجات اللي هو منفذ امان بصراحه بنشوفها احسن من بره، والجوده بتاعتها بتبقى زيها زي احسن من حاجات كتير بره. وبالنسبه للكرتونه بتاعت كلنا واحد كويسه جدا، واسعارها فعلا فرق كتير جدا. تعد مبادرة كلنا واحد داعم اجتماعي رئيسي للمواطنين في كافة مراحلها، حيث تحرص وزارة الداخلية من خلالها على دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية لهم. احنا اللي
دايما هنا شرطة وشع. طيب اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. الحمد لله احنا عاملين بقول لك في اغلب المراكز والمدن ده بخلاف المنافذ الثابته والمنافذ المتحركه والفروع بتاع جمعيتي والفروع بتاع السلع التموينيه، فالحمد لله موجوده، بس هو مفيش داعي للتزاحم وكل حاجه تبقى كويسه ان شاء الله. الخطه ان احنا عندنا 3 معارض رئيسيه في كل محافظه باجمالي اكتر من 100 معرض رئيسي على مستوى الجمهوريه، بالاضافه ان احنا الشوادر كلها اللي تابعه للساده المحافظين تبقى من ضمن مبادره اهلا رمضان. السيارات المتنقله اكتر من 300 عربية تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية. أيضا اتفقنا مع السادة وزارة الداخلية معارض كلنا واحد اللي هي مبادرة أمان أكتر من 3000، السلاسل التجارية 1300 سلسلة على مستوى الجمهورية فيها ركن أهل رمضان، المجمعات الاستهلاكية حوالي 1200، الشركة القابضة للصناعات الغذائية عندها أكتر من 30 شركة مشاركة هذا العام في المعارض، بتوصل ل آليات السوق الحقيقية بزيادة المعروض. زيادة المعروض يعني ضخ السلع ووجود منافذ، المنافذ هي الرئة أو هو المتنفس الخاص بوزارة التموين، بيبقى عندنا شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة فيها حوالي 40,000 منفذ بيصرفوا التموين والسلع الحرة وسلع النقط العيش، فده اللي بيساعد على ضبط الأسواق والأسعار. المعارضات زي ما انت شايف رز ومكرونة كل مستلزمات البيت، والأسعار أقل من بره بنسبة 25%، والسكر مدعم 27 جنيه لأي فرد. المعرض أسعاره جميلة جدا وكل حاجة متوفرة فيه بأسعار كويسة. الزيت ب 55 700 جرام، والبلح بيبدأ من 37 لحد 85. اللحمة دي بلدي يا باشا ب 320 جنيه بدل 360 جنيه. الكبدة البلدي ب 320. الصدوق 250 جنيه، همبرجر 250 جنيه، مفروم ب 300. المبادرة دي مش في رمضان بس، المبادرة دي بقالها 6 شهور على أرض الواقع، أكيد المعرض عليه إقبال. ما بيفتحوا هنا من الساعة 10 الصبح، بيقفلوا الساعة 11، ساعات بيقفلوا الساعة 10 وشغالين. دلوقتي عودة التحسين للثانوية العامة، أنا من أنصار إيه؟ أنا من أنصار عودة التحسين طبعًا، إدي فرصة. وبالمناسبة ده بيحصل في كل حتة. ده مش عندنا، يعني أغلب دول العالم لديها هذه الفرص للطلبة بتوعهم إن هم يقدروا يحسنوا درجاتهم. طيب، لجنة التعليم في مجلس النواب كشفت كواليس مشروع تطوير هذه المنظومة وعودة التحسين. مرة تانية معانا على التليفون سيادة النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب. أهلا 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 سيادة النائب. أهلا بالزميل العزيز معالي النائب المحترم. ده احنا زملاء وعندنا نفس اللقب، فيا بختي. ما بقول لك اه الحسيني ده منتشر. مسيطرين على المجلس. مسيطرين يا دكتور. دكتور بعد اذنك هستأذنك، اول حاجه الخط بيقطع جامد قوي، فلو في نقطه معينه الخط فيها ممكن يبقى احلى والشبكه احلى نقف فيها عشان اقدر انا هجرب كده وقول لي ايه الاخبار. كده كويس النقطه دي بالذات حلوه. حلوه جدا. اوكي، عايزين بقى نعرف الكواليس بتاعت هذا المشروع الجديد للتطوير من ناحية في المنظومة، ومن ناحية تانية قصة عودة التحسين للثانوية العامة. طيب خلينا بس يعني نتكلم يعني بعيدا عن الكواليس وأقول لك رأيي الشخصي في هذا الموضوع. الموضوع لسه في حالة نقاش، ومش معنى اللي بقول إن هو ده ما انتهينا قريب لجنة التعليم، ولكن أنا هتكلم على محاور أساسية إذا عالجناها نعالج مشكلة كبيرة جدا في الثانوية العامة. يا ريت. الثانوية العامة من وجهة نظري هي مشكلة الأساسية، هي بعبع كل البيوت. رقم 2 فيها تكلفة مبالغ فيها جدا. رقم 3 نظام القبول في الجامعات مرتبط بشكل ما بزود الضغط النفسي على الطلاب. ده 3 محاور اللي نتكلم فيه. فكرة إن هي بعبع، فهي فكرة الفرصة الوحيدة، هو ده شيء غير عادل على الإطلاق. إن أنا عندي فرصة امتحان وحيدة أصبت فيها دخلت الكلية اللي عايزها، وإن لم أوفق أنا كده حياتي باضت خالص. يبقى هنا بتيجي فكرة التحسين. التحسين له أوجه إيجابية وأوجه سلبية. الوجه الإيجابي للتحسين طبعا إن بيديني فرصة واثنين على أساس إن أنا إذا لم أوفق في المرة الأولى
وافق في المره الثانيه، فبالتالي الموضوع ما بيكونش يعني في ضغط نفسي شديد على الطلاب لان له فرص اخرى متعدده. طيب الفكره التحسين طبعا دي هتكون فيها كلفه عاليه جدا جدا جدا، فهيتعمل التحسين مقابل مادي ولا بدون مقابل؟ دي نقطه لازم تبحث بشكل كويس، لان فكره ان انا اعمل امتحان اكتر من مره هتبقى مكلفه. طيب لو هي فيها كلفه، هل هيبقى الناس كلهم قادرين على التحسين؟ هنا تبدا تظهر ممكن مشكله لازم برضو نحلها. ازاي نفرز ما بين القادر والغير قادر عشان ندي الفرصه للناس كلها على حد سواء. انا مش بصادر دلوقتي اقول كل الافكار لعلاج الامور دي، ولكن خلينا بس نسلط الضوء على اهميه ان احنا نمشي في اتجاه التحسين مع اننا نحل اي مشاكل تظهر في هذا الاطار. النقطه الثانيه اللي هي فكره المسارات اللي ممكن الطالب يشتغل في نعمل من خلالها، وده بنشوفه ممكن بظاهر جدا في انظمه التعليم الاجنبيه، يعني نظام التعليم البريطاني والاي جي. هو الطالب يقول مثلا انا عايز اخش كليه طبيه، يبقى لازم اخد حزمه المواد دي، المقررات دي اللي ادرسها. فبالتالي الموضوع بيتغير من علمي لادبي او علمي بقى علوم او رياضه او ادبي لمجموعه او حزمه من المواد. اذا اخذت الحزمه دي ونجحتها نجحت فيها بدرجات معينه، اقدر ادخل الكليه الطبيه او المسار الهندسي، كليات هندسيه او كليات فيها فنون او كليات فيها علوم انسانيه. ده برضو نقطه مهمه جدا عشان تمكن الطالب انه ما بقاش مجبر عليه ياخد مواد ملهاش معنى قوي في الكليه اللي هو داخلها، وخاصه ان الفتره القادمه هنلاقي فيها طفرات وتغيرات كبيره جدا في البرامج الجامعيه. يعني احنا شايفين ان بدا برامج دراسيه جامعيه تظهر ما كانتش موجوده قبل كده. صحيح. مرتبطه بسوق العمل بقى الحديث من الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي واتمته الاشياء، يعني بدا يظهر برامج اخرى جديده، فبالتالي لازم يواكب الظهور البرامج الدراسيه في الجامعه يواكب تغيير في الثانويه العامه. النقطه الاخيره اللي هو حقيقي نظام القبول في الجامعه، لازم برضو يتبصوا له، هل احنا هنستمر على قبول بالدرجات فقط او بالدرجات زائد بعض الكفايات او المهارات زي ما طبق في مجموعه من الجامعات الاهليه في مصر. دي الثلاث محاور اللي احنا حاليا دائما بنتناقش فيهم عشان نوصل لاحسن صيغه تمكن بقى الطالب من الالتحاق بالجامعه بالشكل المناسب المفيد فعلا للطالب على مدى الحياه بعد كده، بحيث ما يبقاش بس دخل الجامعه او المجموع جابه عشان يخش كليه وعايز، لا المجموع دوت بيعكس فعلا قدره حقيقيه للطالب درس فيها مواد متخصصه جدا عشان يخش كليه بتطبق برامج متخصصه جدا. طيب دي مجموعه من الافكار كويسه جدا يا دكتور، يعني اذا كنا هنشتغل في الثانويه العامه بنفس الطريقه مثلا بتاعه الاي جي ولا بتاعه الباك الفرنساوي، في انه اخد مجموعه من المواد حتى اتاهل للكليات الطبيه، مجموعه من المواد اتاهل للكليات الهندسيه، مجموعه من المواد الى اخره، ده كويس او ده هيساعدني في ان انا افرز ما بين الطلبه وبعضهم البعض، ما يبقاش مجرد تراكم درجاته بس، لكن صح. كمان ميوله وقدراته في مساله التحسين بفلوس. انا في رايي لو سمحت لي يعني هو يا من غير فلوس يا بفلوس رمزيه، لانه لو انا عملتها بفلوس كتير هبقى اخليت بمبدا تكافؤ الفرص ففرقت ما بين القادر وغير القادر، فيبدون خالص يحط مبلغ رمزي. النقطة دي لازم تدرس، عامل كده مثلا زي فكرة التأمين الصحي الشامل. أيوه. القادر هيدفع والغير قادر الدولة تدفع له، يعني قصدي لازم يكون فيها شيء نفكر فيها بآلية معينة إن تتعمل إزاي، هل برسوم بسيطة، ودي برضه وجهة نظر تبقى برسوم بسيطة على الأقل يبقى تمكن الدولة من قدرتها على عقد امتحان أو اثنين أو ثلاثة. النقطة برضو مهمة جدا ان انا لما اجي اعمل المسارات بقى او حزمة المواد دي، مش شرط كلها مثلا عاوز اخش كل الطب، فالطب مثلا عايز اخد 8 مواد. فمش محتاج اخد الثمان مواد كلهم في سنة واحدة، ممكن اقسم الثمان مواد صح. على كذا سنة، فبالتالي انا برضو الطالب بيرتاح، ما بيبقاش السنة
مزعجة نفسيا كده للطالب وللبيت تتقسم على تانية وتالتة. ممكن طبعا، وده بالفعل بيحصل في الاي جي. يعني اول ما بخش يعني يير 10 او اولى ثانوي انا بختار، ببدا اشوف انا المواد اللي عاوز اختارها ايه بالظبط، وابدا اقول والله في سنه في اولى ثانوي هختار اربع مواد دول، بعد كده في يير 11 او ثانيه ثانوي بختار الكذا ماده دي. يعني ببدا اقسم المواد على حسب قدراتي وعلى حسب امكانياتي وعلى حسب المسار اللي عايز امشي فيه وعايز اوصل لها، وبرضه مفيش ما يمنع ان انا اغير من المسار ده ان لقيت نفسي اخفقت في بعض المواد او لقيت قدراتي مش هتمكنني او منها، فبالتالي ممكن اغير هذا المسار. بس النقطه اللي لازم بقى ناكد عليها هو الكلام ده عشان ينجح محتاج ايه. أيوة. برضه لازم نبقى دايما في دماغنا عارفين ان العنصر الاساسي في العمليه التعليميه هو المعلم. طبعا يبقى لازم معلم برضه عنده هذه الكفاءه، معلم جاذب للطلاب، ان الطلاب لازم يحضروا المدرسه للمعلم، وتلغي بقى فكره السنتر اللي بره ده او مجموعه اللي هي الدروس الخصوصيه اللي بره، عشان برضو ما يبقاش في ارهاق على الاسره المصريه. طيب ده معناه ان انا المزيد والمزيد والمزيد من الاستثمار في المعلم، مش بس في المرتب ولكن في تدريبه وفي تاهيله. طبعا طبعا، معنويا وماديا اجمد المعلم، اخليه قوي يشعر بذاته بشكل كويس. صح. ان المعلم ده، وعلى فكره برضه يا استاذ دلوقتي لما نيجي نشوف اللي احنا في قرار رئيس الجمهوريه بخصوص تعيين المعلمين اللي هو 30,000 معلم لمده 5 سنوات، لما نيجي نشوف الكفايات كده اللي هي بيخش بيها المعلم الامتحان، بنلاقيها فعلا المعلم اللي هيدخل ويجتاز الامتحانات معلم صلب، معلم قوي، كفاءات ثقافية ومعرفية وتكنولوجية ولغوية. فبالتالي المعلم بالفعل لازم يكون مؤهل بشكل كويس، وبعد ما بتختار معلم مؤهل بهذه الكفاءات انت باستمرار بقى بتعمل التنمية المستمرة اللي هو التنمية المهنية المستمرة لي، عشان يواكب العصر اللي احنا بنشوفه دلوقتي في استراتيجيات تعلم نشط موجودة، في استخدام التكنولوجيا بشكل معين، اذا كان سبوره ذكيه او اللي هو الاوجمنتد رياليتي والافتراضي الخيال الافتراضي والفيرتشوال رياليتي. يعني حاجات كثيره جدا لو المعلم ده اساسا في اساسه مش جاهز ان هو يتدرب ويتكيف عليها يعني برضه هيقع مننا. فانا طبعا باكد على ان المعلم لازم دائما وقبل يكون عينينا عليه بقوه، نطور منه ونكافئه بشكل كويس. طبعا هو محط التركيز الاول والاساسي. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر سياده النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو لجنه التعليم بمجلس النواب. طيب الكانسر او بعبارتنا السرطان او اللي ما يتسماش او المرض الخبيث او العياذ بالله كما اعتدنا عندنا في مصر، هو بعبع عالمي، يعني كل العالم بالتأكيد لدي أن هذا المرض الخبيث أو هذه الأورام الخبيثة هي البعبع. الكل لا يعلم أبدا متى سوف يأتي هذا البعبع وياخد صحة الناس والأمر بتاع ربنا في النهاية، مين هيشفى ومين هينتقل من رحمة الله إلى رحمة الله. وأنا يمكن أقول لك على تجربة صغيرة بسيطة حصلت مع أبويا الله يرحمه. أبويا الله يرحمه قعد 4 سنين بيشعر بتعب وبوهن وبانهيارات متتابعة وكثيرة في أجهزته وفي أعضائه الداخلية. أتذكر كويس جدا أنه كان مصر أن عنده كانسر، لكن التقارير الطبية في أغلبها إن لم يكن كلها قالت لا ما عندوش، وفضل يتعالج باعتبار ان عنده باركنسون او شلل الرعاش تقريبا حوالي 4 سنين، الى ان شاء العلي القدير وبمساعدة صديق لابويا فراح خلي بالك ان ابويا يعني لف على مستشفيات في اكتر من دولة، حظه في صاحبه انه خلاه دخل مستشفى في المانيا، قالوا له لا تعالى بقى ده احنا هنبدأ من اول وجديد، قالوا له بص انت عندك كانسر بس بعد 4 سنين. القصة دلوقتي بالنسبة لي مش فكرة التشخيص لأنه هو لف في كذا دولة، عشان برضو ذهنك ما يروحش، احنا عندنا هنا في مصر مجموعة من أروع وأعظم
الأطباء والجراحين في كل المجالات وبالذات في هذا المرض الملعون. العالم مشغول، وكنا نقعد نقرأ ساعات بعض الآراء، سيبك من أنها علمية أو غيرها، بعض الآراء يقول لك إيه، بص شركات العالم عارفة العلاج هيبقى إيه بس مش عاوزة تنتجه خوفا على أرباحها المادية، مافيا الدواء الدولية، تطارد العلماء والباحثين. كل القصص دي بالنسبة لي ما بقتش بتهمني بقدر ما أنا زي كل البني أدمين بنقول متى نجد علاج لهذا المرض، وهل من الممكن أنه يبقى فيه لقاح ما؟ ما هو الكانسر ده برضو ما هوش فيروس عشان أجيب له لقاح، يعني ده ذهني اللي على قده، أنا راجل مش دكتور ومش باحث في مثل هذه العلوم. لكن لقينا أن في خبر مهم، والخبر عن مين؟ عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا الخبر تقدر تعتبره بشرة تسعد الملايين حول العالم، لأنه الرئيس فلاديمير بوتين هو من قام بهذا الإعلان. دم حضرتك على أقول لك أصلوسي بيجيب حاجات من عنده، هو من قام بهذا الإعلان. فلاديمير بوتين ما حفظ اللقب بيقول العلماء الروس على وشك، خد بالك على وشك إنتاج لقاحات للسرطان. نفهم أكتر إذن اسألوا أهل العلم. نروح نستقبل معانا على التليفون دكتور أحمد سعد استشاري الأمراض الباطنة، يحدثنا من موسكو. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذ، اهلا بحضرتك دكتور، المشاهدين اهلا بسيادتك دكتور. عايزين نفهم حول يعني اللي قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دي حاجه قلبت الدنيا. بالضبط، هو يعني مبدئيا كده بس اشرح للساده المشاهدين حاجه بسيطه كده في عجاله. هو ايه هو السرطان؟ السرطان هو عباره عن انه في اختلال بيحصل للتركيب الجيني للخلايا في الأعضاء المختلفة، سواء كان في المخ أو في الكبد أو في الكلى أو الرئة أو المبايض أو 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 الخلل الجيني ده بيخلي الخلايا بتنقسم بشكل غير طبيعي ولا تقوم بوظيفتها اللي هي المفروض تقوم بيها، فبالتالي الورم بيبدأ ينتشر ويكبر بسرعة أكبر حتى من الخلايا الطبيعية، فبالتالي بيعمل مشاكل وبيبدأ ينتشر وبيمشي في المسار الدم ويتزرع في أماكن تانية وهكذا. طيب اللي اتكلم عليه الرئيس بوتين هو من 2009 كان بدأ العلماء الروس، وهنا في معاهد في موسكو وفي سان بيترسبرج وفي مدن كتيرة معاهد متخصصة في أبحاث السرطانات. ففي 2009 كان في معهد اسمه بيتروف، كان معهد بيتروف ده بدأ يعمل فكرة اللقاح، ان هو طالما ان في خلل جيني طب احنا ممكن ان احنا نستخدم هذا الخلل في ان احنا ننبه جهاز المناعة ان البروتين ده او الخلل ده نحقنه جوه الجسم، فبالتالي مناعة الجسم تتعرف عليه في الخلايا السرطانية فبالتالي تقتله، ويكون مش علاج دوائي، هو تحفيز لجهاز المناعة او تدريب لجهاز المناعة، او بتدي اشارة لجهاز المناعة بتقوله ان اللي بيحصل ده غلط، فبالتالي جهاز المناعة يبدأ يهاجم الخلايا اللي فيها الخلل ده ويكسرها. ففي طريقة ممتازة جدا هي طريقة تدريب خلايا المناعة خارج الجسم. ازاي؟ بيجيبوا خلايا سرطانية من نوع معين من عضو معين، مثلا وليكن الرئة، البروستاتا، القولون، وبيزرعوا جنبها خلايا مناعية من الجسم اللي هي تي سيلز او خلايا تي. فبتبدأ الخلايا تي دي تتعرف عليها وبتبدأ تهاجمها، فالأجسام المضادة اللي بتطلع دي هي اللي بيحقنوها بعد كده للمريض، بحيث انها تسير في الدم، وكل لما تلاقي النوع ده من انواع الخلايا ترتبط بيه وتقتله. فده ده شرح مبسط، هو معقد شوية عن كده بس هو ده شرح مبسط يعني. كويس، ده العلم للبسطاء اللي زي حالتي. لا هو يعني الموضوع معقد حتى للاطباء كتير، لان الموضوع المناعه ده يعني بحره كبير قوي واسع طبعا جدا، وفي ده تخصص بذاته يعني طبعا. فدي نوع من الانواع. في نوع تاني برضو من اللقاحات هو ان احنا بناخد البروتينات اللي بتنتجها الخلايا دي السرطانيه وبنبدا نحقنها برضو في الجسم، بحيث ان هي يتعرف عليها جهاز المناعه
فاحنا بندي يا اما بنحفز جهاز المناعه يا اما بندي اجسام مضاده جاهزه تهاجم او تحط كده زي فلاج او علامه على الخلايا بحيث ان جهاز المناعه يفوق ويروح هاجم عليها. في بعض الاوقات خلايا السرطان بتطلع مواد كيميائيه بتقفل الميكانيزم ده او الـ مش عارف يعني الميكانيزم اللي هو الآلية دي العمل او الآلية صح الآلية دي بتقفله في جهاز المناعة فبتبدأ جهاز المناعة بيبقى شايف السرطان بس مش قادر يعمل معاه حاجة لان السرطان لما بيكون كبير بيطلع الكمية دي من المواد الكيميائية اللي بترتبط بالمستقبلات الكيميائية اللي موجودة على الكيسل فبتمنعها انها تكسر فهم بيختصروا هذه الخطوة في اللقاح بحيث ان هي تعلم على الخلايا وتمنع المواد الكيميائية دي انها تمنع خلايا الجسم ان هي تقاوم السرطان لان هو السرطان كل يوم بيحصل عندنا كل يوم اي انسان طبيعي بيحصل خلل في الخلايا الجسم بتتحول لخلايا سرطانية وجهاز المناعة بيقضي عليها. طيب ده كلام كويس. كلمة على وشك دي علميا بتساوي ايه؟ يعني احنا بالنسبه لنا في الشغلانه بتاعتي لو قلت على وشك دي يعني بتبقى ايه بضع ايام بضع اسابيع، لكن في العلم لو قلنا على وشك تبقى معناها ايه؟ على وشك دي ممكن تبقى سنه او اكتر، لان مراحل، لان احنا دلوقتي لقينا دواء او لقاح لازم يتجرب على حيوانات. الاول بنجرب على حيوانات وبعد كده على مثلا على المايس او الرات اللي هي الفئران، وبعد كده بنجرب على القرده البسيطه، وبعد كده القرده العليا، وبعد كده على الانسان. فطبعا على وشك ان هم الاليه نفسها وجدت ولقت نجاح بس لسه ما اتجربتش على الانسان، يعني نقصد التجارب السريريه لم تتم بعد. وحتى على فكره في نفس الفكره تقريبا موجوده في امريكا وفي انجلترا وشغالين عليها نفس تقريبا الفكره، بس هي مختلفه شويه كفكره طبيه، وبرضه لم يوافق عليها في اي حته، لسه على وشك برضه. أيوة. فهم زي ما قلت لحضرتك ان هم شغالين من 2009، فتخيل حضرتك احنا النهارده في سنه كام، فالوقت بيبقى حاجز لازم اطمن ان هو سيف ولازم اطمن ان هو فعال، وإذا كان فعال 40% أنا عايز أخليه 60، إذا كان هو 60 عايز أخليه 80، بحيث إن نطلع منتج يعني يبقى فعال فعلا ومفيد للمرضى في مراحل السرطان المختلف، يعني في المراحل الأولى والمراحل اللي هو التيرمينال أو اللي هو المراحل المتأخرة من السرطان، لأن لو هو نجح هيقدر يقاوم السرطان حتى في مراحل الانتشار في الجسم كله اللي بنسميها المرحلة الرابعة. طب سؤال اخير معلش انا اسف، انا اسمع عن انه تحفيز جهاز المناعه ده بيبقى لازم يكون بمنتهى الحذر، لانه لو تم تحفيز الجهاز اكثر مما ينبغي الجهاز نفسه يصبح بيهاجم الجسم فيما بعد ذلك، زي الروماتويد على سبيل المثال، بيحفز الجهاز بشده فيسبب الروماتويد مثلا يعني. هل الابحاث دي بتبقى عامله حساب ده يا دكتور؟ انا مجرد ان انا فعلا انا بحب الحاجات دي ولا افهم فيها فبحب اسال. هشرح لحضرتك، انا يمكن واحنا بنتكلم قلت لحضرتك ان الادويه دي او اللقاحات دي بتعمل ايه؟ بتعلم وتحط فلاج علشان تقول لخلايا الجسم ان الحته دي مش مظبوطه، يعني هو العلاج الكيماوي اللي احنا بنستخدمه للسرطانات مشكلته ان هو بيدمر اي خلايا سريعه التكاثر او سريعه الانتساب، عشان كده بيوقع الشعر وبيدمر الحيوانات المنويه وبيوقع الرموش لان هي خلايا سريعه الانتساب. أيوه. لكن اللقاح هو بيعلم على المكان ده تحديدا فبيقتل الخلايا السرطانيه فقط دون عن غيره، لكن هو ما بيحسسش جهاز المناعه في العموم، هو بيحسس جهاز المناعه بيقول له في حاجه هنا غلط تعالى كسرها. فهمت. دكتور مش جاي مصر قريب؟ والله انا لسه كنت في مصر قريب. ان شاء الله حاجه. ارجوك لما تيجي خليني اسعد واتشرف بمقابلتك، ارجوك. اكيد 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 انا بقى سعيد والله. شكرا طبعا ليك يا دكتور، ربنا يخليك. يعني ومع حضرتك خاصه يعني. لا ده انا اتشرف جدا صدقني، يعني انا دايما افخر بمقابله العلماء يعني، وبالذات اللي جايين من موسكو. ارث قديم.
يعني أشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور أحمد سعد استشاري الأمراض الباطنة من موسكو. كان مهم جدا نسأل كلمة على وشك علشان برضو الناس تبقى فاهمة. الأبحاث العلمية بتاخد وقت طويل، وارد أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence لتسريع العملية، لكن أنه بكرة هنلاقي العلاج المسألة ما هياش بهذه السهولة. بتتكلم على أنه العالم طول الوقت لفترة طويلة جدا كان بيدور على علاج لهذه الأنواع من الأمراض الخبيثة أو هذه الأورام الخبيثة. أنا مرة قريت بحث أنه وجدوا علاج لأمراض الكانسر بتاعة القولون تحديدا، بس القولون بس في الولايات المتحدة الأمريكية. وقعدت أنا حتى شفت الانترفيو اللي تعامل مع الطبيبة وفريقها اللي اكتشفوا هذا العلاج، ولا زال أيضا قيد البحث. يعني حتى اللي بيتلقوا العلاج هم متطوعين يعني كمان. على العموم خلونا نروح لفاصل، وهنرجع بعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم الكلام. استنونا. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكون كل حاجه بالنسبه لكم كويسه وزي الفل، وبالنسبه لنا جميعا كويسه وزي الفل. انا من اكتر الناس اللي منتظره ملحمه الحشاشين في رمضان 2024، من اكتر الناس اللي منتظره هذا المسلسل اللي اظنه، بل عندي تقريبا يقين انه هيطلع رائع. ليه؟ لانه انا من اكتر الناس، او يعني مش هقول لك من اكتر الناس، انا موهوم مأخوذ بالقصة بتاعة الحشاشين إياهم دول، وقصة حسن الصباح والقلعة بتاعته وما كان يجري داخل هذه القلعة إلى آخره يعني. فعارف كده يقول لك fascinated، أنا طول الوقت قريت فيها كتير جدا جدا ومأخوذ بها زي ما بيتقال. فأول ما قلنا هنعمل يعني هذا المسلسل فبقيت قاعد بقى إيه منتظر. خلي بالك إن مسلسل زي ده بالتأكيد هيحتاج إمكانيات إنتاجية ضخمة جدا، فربنا يخلينا المتحدة بالمناسبة يعني. وعلى رأي عطية زميلي العزيز ومخرجنا الرائع، قال لي واضح جدا من التصوير والمشاهد اللي احنا بنعرضها قدام حضراتكم إنه إمكانيات واضح انها مهوله، التصوير في اماكن اقرب ما يكون الاماكن الاصليه، القلعه اياها بتاعت حسن الصباح. معانا على التليفون النجم والفنان الكبير نيكولا معوض، اهلا بيك، ازيك؟ مساء الفل، اهلا بيك استاذ يوسف، ازيك؟ مساء السعاده. مساء الفل دي تمشي مصري ولبناني الاثنين مع بعض؟ احنا في لبنان ما بنستعملهاش قوي على فكره، في مصر بتستعملوها اكتر. بس انا سعيد جدا بكلامك اللي قلته عن المسلسل، وانا على فكره زيك يعني، انا من قبل ما حتى اعرف ان المسلسل هيتعمل انا منبهر بقصه الحشاشين. يعني دي من القصص اللي انا بحبها جدا جدا أوي. جدا التاريخ يعني قوي. وبعدين انا كان حبيت ان انت كده برضو، لا لما اكتشفت انه كلمه اساسا جايه بسبب كلمه حشاشين فانا بقى اتخضيت اللي هو للدرجه دي. هو حسن الصباح كان مؤثر قوي كده، انفلونسر قبل زمان الانفلونسر، قبل ظهور الحمد لله. يعني موضوع الانفلونسرز ده بيجيب لي ازمه نفسيه انا كمان برضو. لا انت لازم بقى تيجي يعني كلها لو سمحت البرنامج، ونقعد نتكلم عن الانفلونسرز بعد ما نخلص كلام عن الحشاشين. ايوه يا ريت، تنورني بجد وتشرفني يعني حبيبي. نيكولا احكي لي عن المسلسل وعلى التصوير وعن دورك. انا اول حاجه سعيد بيها هو دوري، دور عمر الخيام. يعني انا عمر الخيام من اكثر الشخصيات اللي انا بحبها. اوبا جدا جدا يعني بالنسبه لي ده من يعني حتى انا كنيكولا بحب عمر الخيام جدا طبعا. برضو كان كممثل دي شخصيه فيها ليرز كتيره جدا، فهي ماده دسمه جدا لاي ممثل، فكنت مستمتع جدا بالشغل ولسه مستمتع بالشغل، بس احنا قربنا نخلص عشان كده بقول كنت. وسعيد جدا بكتابه الاستاذ الكبير عبد الرحيم كمان، اللي انا اصلا اول مسلسل عملته في مصر كان من كتابته، كان مسلسل منوس صحيح مع العظيم يحيى الفخراني. وسعيد جدا بالشغل مع دكتور بيتر ميمي اللي بالنسبه لي من اهم مخرجين الوطن العربي يعني مش بس في مصر. جميل بيتر. والمتحده اللي انا ده ثالث مسلسل يعني معاهم، وكل مره ببقى سعيد بتعاملي معاهم بجد يعني، قمه الاحترام وقمه الاحتراف يعني، ما بيبخلوش على المسلسل بحاجه يعني. المسلسل ده بجد يعني ملحمه زي ما انت قلت، ملحمه على الكاميرا وملحمه ورا الكاميرا برضو يعني، التحضيرات والتصوير والشغل والسفر وكل ده
معمول بشكل كويس جدا 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 يعني. فيا رب يعجب الناس يعني، وباذن الله هيعجب الناس. مسلسل زي ده انا اظنه صعب، صعب جدا انتاجيا في التنفيذ، صعب جدا اخراجيا على بيتر مما لا شك فيه واي حد يعني. ده مسلسل صعب، فلما على الاقل المشاهد القليله اللي احنا بنتفرج عليها دلوقتي التيزرز دي، فبتقول انه اتبذل مجهود خرافي وصعب على ابطال المسلسل يعني. وانت بتشتغل على شخصيه عمر الخيام، على رايك هي شخصيه مليانه طبقات، دي حدوتة يعني. هذا الرجل الحالم الحبوب المحب يتعامل ازاي مع هذه المجموعة اللي هم مجموعة من القتلة المدرب يعني، شيء غريب وتناقضات غريبة غريبة جدا. وهي الفكرة ان يعني ان هو يعني هو عمر الخيام وحسن الصباح ونظام الملك هم ثلاثة صحاب يعني. فالصحاب دول كل حد فيهم راح في سكة، بس لسه في جواهم نفس المعزة لبعض، مع بعض المفاجآت طبعا. فبرضه الشغل مع 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 اثنين اساتذه زي كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب بالنسبه لي كان شغل غني جدا يعني. والله يعني كل ممثل بيستمتع بالشغل معاهم صراحه، انا محظوظ ان انا بشتغل معاهم بجد. خلصتوا تصوير خالص ولا لسه؟ لا لسه 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 قدامنا شويه، قربنا نخلص طبعا يعني. ولسه بتسافروا؟ لا السفر خلص كله، بقينا في مصر دلوقتي. فكل السفر خلص وقربنا نخلص اهو. انتوا كنتوا بتصوروا في كازاخستان مش كده؟ صورنا في كازاخستان، اتصور بارت برضو منه في مالطا. يعني والتاني في مالطا يعني، مصر كازاخستان ومالطا طبعا، ده في عز البرد. يعني صورته في عز البرد ثلاث قارات في عز البرد. الحمد لله على السلامة. احنا ان شاء الله ان شاء الله متوقعين انه يبقى مسلسل عظيم، واحنا من دلوقتي انا وانت متفقين انك هتنورنا صح؟ خلاص ديل، ده وعد. اول وعد ما تخلص تصويرك وتستريح حبة وتطمنا وتطمنا على بيروت وترجع وتبقى موجود معنا. اتفاق حبيبي، يشرفني طبعا حبيبي يعني كلاخ. ربنا يخليك يا رب، والف شكر، وربنا يوفقك دايما. شكرا ليك ويوفقك يا رب. يا رب جميعا، يا رب جميعا. بصوا الـ الـ المسلسل ده انا في رايي يخلق نقله نوعيه في الانتاج الدرامي في منطقتنا العربيه بالكامل. ليه؟ اولا ده مسلسل كتابته وفكرة ان احنا نعمل المسلسل ده فكرة في منتهى الجرأة، ده واحد. اتنين، الكتابة زائد الاخراج زائد التمثيل فكرة في منتهى الحكمة، وهقولك ليه. تلاتة، اللي تصدى لهذه المهمة الانتاجية المهولة والضخمة، خد بالك انت بتتكلم على تكلفة فعلا تخض، وبنتكلم على انه لازم نسافر علشان ننقي مكان يبقى اقرب ما يكون للمنطقه اللي كان فيها حسن الصباح بالقلعه بالظروف المحيطه. انت بتتكلم على بحث علمي مدقق في طريقه استخدام اللغه والمصطلحات. هتقولي حسن الصباح كان بيتكلم فارسي ومسلسل يتكلم عربي، ده مفهوم، لكن طريقه الانطباعات والمصطلحات ومراعاه الظروف الزمنيه والتاريخيه، الملابس، الديكور، البحث التاريخي اللي اتعمل علشان ترتيب الاحداث، العلاقه ما بين ابطال المسلسل وبعضهم البعض زي ما اتكلم نيكولا معوض معانا دلوقتي، فدي حاجه بتقول بيها المتحدة نحن هنا يعني. عارف كده يقول لك ايه، I'm sending a message. فهي دي نفس القصة، انا بقول يا جماعة انا عندي كيان انتاجي عملاق مهول مهول موجود في مصر وفي خدمة المنطقة العربية بالكامل، اسمه الشركة المتحدة، ده الحشاشين. وخد بقى معاه 17 مسلسل تاني ان شاء الله، لانه اظنهم تقريبا 18 مسلسل في هذا الموسم الرمضاني اظنهم. شوف انا وعش بقول لك ازاي. وقال يوسف الحسيني تصريحا غير دقيق، هو قال 18 وطلعوا 18 وربع بجد. مهم انا ما بزعلش من الناس اللي عايزه تقعد تصطاد في المايه العكره يعني، بشوفهم وبقعد اضحك بصراحه. فأنا أظن تقريبا هم 18 مسلسل في رمضان تقريبا، ما بين مسلسلات 15 حلقة وما بين مسلسلات 30 حلقة، فهيبقى عمل مهول مهول. كريم عبد العزيز
أنا في رأيي واحد من أهم وأقوى ممثلين جيله، بل ومن أهم الممثلين اللي ظهروا في مصر خلال العشرين سنة اللي فاتوا. فتحي عبد الوهاب فز، شوف بقى كلمة فز دي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. احنا بنتكلم على، يمكن عشان انا اتكلمت مع نيكولا فخد حقه مني واحنا على الهوا، فيمكن لانه كريم وفتحي غائبين، انا بتكلم حقيقي على اتنين ممثلين انا في رأيي مواهب مخيفة لأبعد الحدود، قدرات تقدر تعمل بيها اي حاجة. الاتنين يعني قول لي مثلا على اي دور كوميدي كريم او فتحي مش هيقدروا يعملوه ودون اسفاف، قول لي على اي دور جد كريم وفتحي مش هيقدروا يعملوه دون اي تعقيد، قول لي على اي دور اكشن كريم وفتحي مش هيقدروا يعملوه ودون مبالغه. كوميدي هتلاقي، جد هتلاقي، اكشن هتلاقي، لو طلعوا متصوفين هتصدق جدا وهتقتنع، لو طلعوا ابو لهب وابو الحكم هتصدق وهتقتنع. وحقيقي انا بتكلم بامانه، فعلا الاتنين دول مذهلين. كلمه بقى، عارف في كده جمله يقول لك ايه، ومتى يصلوا الى العالميه؟ انا بالنسبه لي الجمله دي تهلك من الضحك. يعني ايه فلان يصل للعالميه؟ اللي هو يعمل ايه؟ يعني يشارك في فيلم او في مسلسل انتاج امريكاني او بريطاني او كندي او الماني، ولا يصل الى العالميه انه اداؤه اداء عالمي؟ فانا بقول لك الاثنين دول عالميين. قارن اداء فتحي وكريم، كريم وفتحي باداء اروع الممثلين في العالم، حاجه ما حصلتش. ولهذا أعيد الشكر مرة تانية للمتحدة في مسألة الاختيار. يمكن الاختيارات، لا مش اختيار المسلسل، اختيار المسلسل ده يعني كلنا بالتأكيد ساعدنا بيه، لكن أنا بتكلم هنا الاختيارات، يمكن ده بالتأكيد بيبقى شركة فيه الجهة الانتاجية المتحدة من جهة، بيبقى شريك فيه بيتر ميمي كمخرج من جهة، بيبقى شريك فيه عبد الرحيم كمال ككاتب من جهة إلى آخره. بصراحة اختيار عظيم عظيم. خليني أخدك على تقرير من التقارير الحلوة، وتحديدا على مؤسسة أخبار اليوم اللي بتنظم فعاليات المؤتمر الاقتصادي العاشر، كيفما عودتنا أخبار اليوم الحقيقة بتنظم هذا المؤتمر بهذه الوقائع المهمة، بتتكلم على التحديات والأولويات في الاقتصاد المصري، وبالتأكيد هتلاقيهم بيشيروا للتقارير العالمية التي تتحدث عن الاقتصاد المصري بكل خير لسنة 2030. خبطة بس كده، تقرير وفاصل ونكمل الكلام. بالتأكيد طبعا الحوار مهم جدا، لأنه كل واحد بيبقى ليه وجهة نظر مرتبطة بقى بخبرته، مرتبطة بفهمه لل، وبالتالي كل واحد لما بيقول شايفها ازاي في ضوء الخبرة بتاعته في ضوء التحديات وكده، ممكن بنقدر نوصل لتصور يعني عملي وتصور قابل للتطبيق للتعامل مع التحديات. وخلال النسخ الماضية أعتقد كان هناك من الطلبات للتعامل مع بعض التحديات أنجز بعضها. هنكمل الجلسة دي إن شاء الله بإذن الله، أو النسخة دي، نناقش بقية التحديات، خاصة التحديات المتجددة. ما أنت لو أنت قارنت السنة اللي فاتت زي دلوقتي، لا كان عندك طبعا حرب غزة، ولا كان عندك اللي بيحصل في البحر الأحمر، ولا كان عندك كل التحديات دي، بالعكس كنا بنتكلم في أمور أخرى مختلفة. يعني المؤتمر غاية في الأهمية، الأفكار اللي بتناقش فيه بتخدم أساسا كل تخطي التحديات اللي موجودة في على مستوى مصر، فإحنا سعداء بوجودنا في هذا المؤتمر، ودايما حريصين على أن وزارة الهجرة دايما حريصة على أن هي تكون موجودة في هذا المؤتمر، بما أن وزارة الهجرة أوريدي ليها دور ضخم في الاقتصاد المصري من خلال المصريين في الخارج، ومن خلال تذليل كافة أشكال التحديات اللي بتواجههم للاستثمار في دولتهم الأم، والمزيد من الأفكار اللي إحنا أوريدي اتكلمنا عليها في هذا المؤتمر. ف
فالنهاردة مثل هذه المؤتمرات بتدينا فرصة النهاردة للحوار مع أطياف كتير. يعني الحكومة مش هتقعد تتكلم، يعني هي بتتكلم مع نفسها عشان نقول النهاردة نتائج. زي ما أهم حاجة النهاردة بنتكلم فيها، النهاردة أنا عايز النهاردة أشجع القطاع الخاص، محتاج أسمع من القطاع الخاص النهاردة رؤيتك إيه. فمثل هذه المؤتمرات والاجتماعات بصفة دائمة ومستمرة هي اللي النهاردة بتقدر النهاردة تطلع منها لوجهة نظر يعني ما بين الطرفين نقدر نحققها إن شاء الله بإذن الله. مؤتمر السنة دي بيجي في توقيت مهم، لأنه إحنا شفنا رئيس الجمهورية وهو بيصدر توجيهات وبين الحوار الوطني يبقى الأولوية في الاقتصاد. الناس كلها دلوقتي بتتكلم على الاقتصاد، الاقتصاد هو القضية الأولى اللي بتشغل بال كل أسرة مصرية. فعلا النسخة 10 لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، 10 سنوات من الاستمرارية، من التواصل، من النجاحات، وتوصيات كتيرة خرجت من 9 نسخ الماضية لقت قبول وتم التنسيق ما بين الحكومة ومجتمع الأعمال وحل كثير من القضايا والمشاكل. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين. صارت تسمى فلسطين. هل نسينا شيئا وراءنا؟ نعم. نسينا تلفت القلب. شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، شدوا بعضكم، ما ودعتكم رحلة فلسطين. وتركنا فيك خير ما فينا. شهداءنا الذين نوصيكم بهم خيرا. اهلا بيكم، ازيكم، عاملين ايه، كله تمام؟ واشنطن والمتناقضات، البيت الابيض وكل التناقض، بايدن او اداره بايدن بتطالب بمساعدات عسكريه لاجل الاحتلال، وفي نفس الوقت بتطالب بايقاف الحرب مؤقتا وتدعم الموقف الانساني على الاراضي الفلسطينيه. حقيقي شيء يدعو للجنون. من ناحيه اخرى حماس بتعلن رفضها لاي صفقه لا تتضمن ايقاف العدوان. طيب السؤال، ايه هي الحلول المتاحة، يعني الحلول المنطقية اللي من الممكن من خلالها نوقف هذه
مش بسميها الحرب، هذه المذبحة. أنا من أنصار أنها ليست حربا، دي مذبحة، لأن هناك طرف واحد يعتدي على طرف آخر. بتكلم على دولة محتلة بتقتل الشعب الذي تم احتلال أرضه. خلوني أرحب بضيوفي داخل الاستوديو. دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، منورني ووحشني من سنين. حبيبي الأخبار يا دكتور؟ الله كله تمام. دكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، أهلا بك يا دكتور. أهلا أهلا، منورنا بوجودك. كله تمام؟ تمام. طيب دكتور أيمن، هذا التناقض في تصريحات إدارة بايدن والبيت الأبيض تحديدا، فمن ناحية هم يقومون بالدعم اللوجستي ودعم السلاح والأموال للاحتلال، ومن ناحية أخرى يقولوا لازم نوقف الحرب. أمر غير مفهوم على الإطلاق. أصبح في عندنا سيناريوهات، ماذا لو استمر بايدن؟ ماذا لو رحل بايدن وأتى ترامب؟ إيه هي الحلول المتاحة في الحالتين، إدارة بايدن أو إدارة دونالد ترامب؟ بداية تحية لك يوسف والأستاذ جمال ولكل السادة وطبعا المشاهدين والمتابعين الكرام. طبعا يعني بمشهد طبيعي الأمريكان بالنسبة لهم دولة الاحتلال أهم دولة في المنطقة، أهم مشروع في المنطقة أنشأ خلال 100 عام الماضية، وهذه دولة وظيفية لها مهام كبيرة جدا، لن يملأ هذا الفراغ رغم كل قواعدها الموجودة في المنطقة العربية مثل دولة الاحتلال. بالتالي هذه الدولة بالنسبة لهم الحفاظ عليها أهم شيء، بغض النظر عن كل ما نسمع أحيانا تناقض، يعني بعض البعض يقول هناك خلاف بين بايدن ونتنياهو، ولو عدنا بالتاريخ كان هناك أيضا يقول أن هناك خلاف بين أوباما ونتنياهو. في عهد أوباما منح في أيام الأخيرة 38 مليار صحيح لدولة الاحتلال على 10 سنوات. إذن كل ما يقال فقط بروباغندا بكل معنى الكلمة. ودائما نقول نحن هناك دولة عميقة تحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهلا من يأتي إلى البيت الأبيض له مهمة محددة تأتي وينفذها ويخرج ويغيب عن المشهد، ويأتي ديمقراطيين ويأتي جمهوريين، ولكن تبقى ثابت أن دولة الاحتلال هي أهم مشروع في المنطقة ويجب الحفاظ عليه. حدث أخي يوسف على التناقض في موضوع التمويل. اليوم نتحدث، بالأمس طلعونا أن هناك أزمة، والول ستريت اليوم نشرت الخبر أن إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إرسال طبعا مساعدات عسكرية. هي الأصل المساعدات ما توقفتش حسان تدرس أصلا، يعني حتى عملية تضليل وخداع جديد، وكأن الأمريكان توقفوا. الناتو بمجمله حارب غزة، وتحدثت بالفعل أنت أخي يوسف أن هناك يعني شعب أعزل يعتدي عليه من الناتو. هذا الناتو بكل قوته وجبروته يأتي لمحاربة غزة، هذه المدينة الصغيرة التي بالكاد ترى على الخريطة، ونرى أن عمليات الذبح الجماعية ضد شعبنا الأعزل. وأنا يمكن لأني أنا عايش في غزة فترة طويلة أدرك ما حدث في غزة. ما حدث في غزة يفوق الزلزال، يفوق التسونامي. غزة تدمر بشكل كبير جدا. الهدف الأساسي أن تصبح غزة غير مؤهلة للحياة، وبالفعل هذا ما يحدث الآن. تلوث بشكل كبير جدا، دمار بشكل كبير جدا، تدمير بنى تحتية، حتى إعادة غزة لما كانت عليه نحتاج أقل تقدير بالحد الأدنى 20 عاما، وهذا ليس تضخيما إن لم يكن أكثر من ذلك. رفع الأنقاض، نحتاج إلى رفع الأنقاض أكثر من 3-4 سنوات فقط رفع الأنقاض. بالتالي لدينا مشكلة كبيرة جدا. هذا ما يخططوا له، وهذا ما ينفذوه أمام مرأة ومشهد من العالم. واليوم نسمع همهمات أن أمريكا قد تعترف بالدولة الفلسطينية، قد تعترف، يعني تفيد التأكيد أو النفي، وكذلك فرنسا وكذلك بريطانيا، وحتى الاعتراف واعتراف سياسي. يمكن بيان الخارجية السعودي اللي صدر قبل 2 أو 3 أيام تحدث عن دولة فلسطينية على حدود ربع حزيران 67 بما فيها القدس، تحدثوا الاعتراف بالدولة وليس القيام الدولة الفلسطينية. إذن الاعتراف بالدولة يختلف كليا عن قيام الدولة الفلسطينية، وهذا يصبر. لكن أنا أعتقد الموقف مهم جدا، والتأكيد على محاولات قطع الطريق، هذه قطع الطريق على محاولات الأمريكان، لأنه بايدن يريد أن يذهب إلى الانتخابات معه أي شيء، وواضح أن المملكة العربية السعودية مشكورة قطعت عليه الطريق. لو جاء ترامب أخي يوسف، وأنا أعتقد أن الديمقراطيين ضمنوا أنهم سيفشلوا في الانتخابات. طبعا اليوم نتحدث قبل أقل من ساعتين أنا قرأت خبر في الإعلام العبري أن هناك بدأ التفكير في طرح فكرة بناء حي يهودي جديد في القدس الشرقي، هذا ردا على فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمة القدس. إذن الصراع يتسع بشكل كبير جدا، المستوطنين يتغولوا بشكل كبير جدا، وفكرة مصادرة أراضي في القدس الشرقية وبناء حي يهودي، هذا استقبال مهم جدا لعودة يعني غياب الديمقراطيين وعودة الجمهوريين أو ترامب، سيؤكد على نفس المنهج ونفس السياق. ولا أعتقد أن الأمريكان سيقفوا في وجه هذا الاحتلال. الجهة الوحيدة التي تستطيع أن توقف هذه الحرب، حتى نكمل إجابة سؤالك، فقط الولايات المتحدة الأمريكية. طيب
طيب هنا أرجع بسرعة لدكتور جمال سلام، ما بين الجمهوريين والديمقراطيين ممكن نستخدم المصطلح المصري المعروف يا قلبي لا تحزن. نعم. في النهاية ترامب عندما كان في سدة الحكم هو من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في تحديا لكل العرب وتحديا للقضية الأزلية وهي قضية الصراع العربي الصهيوني. إذن هل نعول على إدارة ترامب في أنها قد تخلق شيء من الحلحلة ولا علينا أن نفقد الأمل في ذلك؟ دكتور أيمن قال الجهة الوحيدة اللي تقدر توقف هي الولايات المتحدة. طب أمريكا واضح أنها مش عايزة توقف حتى هذه اللحظة، أين المفر؟ يعني في البداية أتحدث عن تصريح لجون كيربي مسؤول الأمن القومي الذي تحدث وقال أننا لن نلزم إسرائيل بجدول زمني لوقف الحرب. ففي البداية يعني هو بيعطي تصريح كارت بلانش أو تصريح بلا نهاية إلى إسرائيل للقيام بأعمالها العسكرية أو أعمالها العدوانية ضد نحن أمام. أما إذا كنا نتحدث عن إدارة الجمهوريين أو إدارة الديمقراطيين، الجمهوريين هم أكثر تشددا وأكثر يعني عدوانية تجاه العرب، يعني وبالتالي هم يعني أكثر ميلا لإسرائيل من الديمقراطيين. يعني الديمقراطيين بايدن بهذا الدعم اللامتناهي إلى إسرائيل هو يعتبر يعني لا يساوي شيء بالنسبة إذا جاء ترامب. ترامب كما تحدثت أنت في البداية هو الذي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وهو الذي أقر بأن الجولان يعني هي أرضا أو أقر بضم إسرائيل إلى الجولان. نتحدث أيضا عن ما يتشدق به بايدن ويقول بين الحين والآخر هي عبارة عن ثرثرة فكرة حل الدولتين، وقال مرة كان يتحدث بيقول أن حل الدولتين في ظل هذه الظروف لن يكون يعني متيسر، ومرة أخرى يقول أننا يعني قد نفكر في فكرة حل الدولتين. أي دولتين التي يتحدث عنها ترامب أو يتحدث عنها حتى قادة الأوروبيين؟ يعني نحن نتحدث عن الضفة الغربية المقطعة الأوصال بها 120 بؤرة استيطانية يقطنها نحو الضفة الغربية، الضفة الغربية نفسها محتلة يقطنها نحو 550 ألف مستوطن يهودي. القدس نفسها فيها 300 ألف مستوطن يهودي وجاري استكمال التهويد، وبالتالي وهي عاصمة، ليس فقط عاصمة لإسرائيل منذ أن نقل السفارة ترامب إليها، هي عاصمة لإسرائيل منذ عام 1980 حينما أعلن مناحم بيجن أن القدس هي عاصمة لإسرائيل. فبالتالي هل سترضى إسرائيل؟ غزة طبعا مدمرة مخربة. نحن أمام، ناهيك عن أننا أمام حكومة، رئيس وزراء اللي هو بنيامين نتنياهو هو شخص يعني مصاب بسعار القتل وسفك الدماء. لا أقول بنيامين نتنياهو رئيس وزراء، الحكومة كلها هي مصابة بهذا. لا أقول أيضا الحكومة كلها، نحن نتحدث عن مجتمع نفسه ظالم مظلم. برغم هذه الجرائم العدوانية وهذه، نحن نتحدث عن 29 ألف شهيد وأكثر من 70 ألف جريح، لم تكن مظاهرة واحدة في إسرائيل تدين هذا أو تطالب بوقف العدوان. معظم المظاهرات التي قامت محدودة أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي هي فقط للحديث عن تبادل الأسرى، وأننا بالفعل يعني يجب بالفعل أن يكون هناك حل ويكون هناك هدنة لتبادل الأسرى من أعداد محدودين هم أهالي الأسرى الإسرائيليين. فبالتالي يعني التعويل على قيام دولة فلسطينية في ظل هذه، حتى لو تغيرت الحكومة الإسرائيلية، هل تجرؤ حكومة جديدة سوف تجيء من في إسرائيل يعني تفكك المستوطنات في الضفة الغربية أو تزيل أو تعترف بأن القدس الشرقية هي عاصمة للدولة الفلسطينية المرجوة أو فكرة إعادة بناء غزة؟ كل هذه أنا أعتبرها يعني هي أشياء أماني من أمانية العرب، لكنها لا أريد أن أقول أنها أحلام، يعني أن أسفه أحلام بعض العرب دون أن يكون هناك ضغط عربي على الولايات المتحدة اللي هي صانعة إسرائيل وضامنة إسرائيل وحامية المشروع الصهيوني في هذه المنطقة. فبالتالي لن يكون هناك مستقبل لأي دولة فلسطينية، على الأقل
في المستقبل القريب. طيب أنا هستأذنكم هروح لفاصل، ويمكن بعد الفاصل أفكر مع حضراتكم بصوت عالي. بما أنه ما بين الديمقراطيين والجمهوريين لا شيء سوى المسائل الإجرائية، نعم، يوجد اختلاف، نعم، كذلك ما بين المتطرفين اليمين اللي بيحكموا، المسألة مش متعلقة بس بسموتريتش ولا ببن جفير، لكن حتى حزب العمل الإسرائيلي هو الحزب الذي أقام هذه الدولة، المجتمع الإسرائيلي نفسه، فبرضو المسألة ليست بعيدة، هي أشبه بالديمقراطيين والجمهوريين مرة أخرى يعني. طيب وفي نفس الوقت هل لدينا أفاق لإحياء أصله مرة تانية ولا لا؟ ده سؤال. السؤال التاني، وما هي نوعية الضغوط التي يستطيع المجتمع العربي أو عواصم القرار العربي أو كل الجامعة العربية أن تمارسها للضغط على واشنطن حتى نستطيع الوصول لحل؟ هستأذنكم في فاصل ونرجع نكمل الكلام. وعلى رأي ضيوف الأعزاء الفقرة قصيرة جدا، فأنا فضل لي 10 دقايق أقسمهم بالنص وهروح بسرعة الدكتور أيمن الرقب في إطار أنه ما بين يمين متطرف وحتى حزب العمل يا قلبي لا تحزن، وما بين الجمهوريين والديمقراطيين يا قلبي لا تحزن، آفاق الحلول إيه؟ وهل من الوارد أنه العرب يستطيعوا أن يضعوا ضغوطا على واشنطن؟ وما هي طبيعة هذه الضغوط إن وجدت؟ طبعا عشان أيضا الوقت أخي يوسف للأسف يضغطنا، يعني أنا على العجلة، أولا نقدر الدور المصري حتى قبل يعني ما تأخذنا الوقت في الصمود في تمتين الجبهة الداخلية في رفض التهجير القسري والطوعي، واليوم كلمة وزير الخارجية السيد سامح شكري كانت أيضا تأتي في هذا السياق برفض بشكل كامل عملية التهجير للشعب الفلسطيني وتحدي بشكل كبير جدا أن التهجير هذا سيشعل المنطقة بشكل كامل. وأعتقد هذا الكلام مهم جدا التأكيد على موضوع معركة رفح، خاصة أنه واضح أن هناك كما تحدث دكتور جمال هناك ضوء أخضر لاستمرار الحرب وقد نجد اجتياح رفح في أي لحظة. لذلك الفكرة في إزاحة الكتلة السكانية الآن من رفح باتجاه الشريط الساحلي هذا أقرب وقت أو أقرب أمر قد يحدث، ولكن من خلال استغلال الهدنة لتحقيق ذلك. لذلك أنا أعتقد أننا قد نشهد هدنة من 15 إلى 20 شعبان وتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إطار باريس بإطلاق سراح 35 أسير إسرائيلي مقابل 350 أسير فلسطيني بناء على الاتفاق اللي انقلب عليه نتنياهو بعد الضغوط التي تحدث في نتنياهو. لكن لنعود إلى سؤالك، أنا أعرف الوقت أحاول أن أسرق بعض الأفكار خلال يعني هذا الوقت. أنا أعتقد أن لا يوجد الآن داخل دولة الاحتلال كما أشر حتى اليوم لا المعارض تطرح حل الدولتين، يعني لا يائير لبيد يطرح ولا جينتس يطرح، والأمريكان يأملوا في جينتس أن يصبح القوة الأخرى. طيب من كيف سنتخلص من نتنياهو؟ أنا قبل أكون معك على الهواء كان هناك حديث من داخل حزب الليكود من بعض المعارضين لنتنياهو، الأول مرة بدأنا نسمع هذا الأصوات، أن بعد أن تضع الحرب أوزارها يجب أن يستقيل نتنياهو الدعوة إلى انتخابات مبكر، إذا نتنياهو سيستمر في هذه الحرب. هذا العنوان لوحده سيجعل نتنياهو يستمر في الحرب طالما أن هناك بعد الحرب بعد أن تضع الحرب أوزارها مصلحته المباشرة تحتم استمرار الحرب، استمرار الحرب، وبالتالي سيكون لدينا مشكلة كبيرة جدا في استمرار الحرب لأن هذه مصلحة نتنياهو، ونتنياهو تنتهي فترته الانتخابية في نوفمبر عام 2026، إذن سننتظر حتى هذا التاريخ. الحكومة الحالية حكومة اليمين المتطرف في أقوى حكومة تمر على دولة الاحتلال في العشرين عام الماضية، متماسكة بلوك كما يطلق عليها، سموريتش وبن غفير لن يستغني عنهم نتنياهو، هؤلاء عماد الحكومة الحالية، وبالتالي المعارضة لن تستطيع أن تفعل شيء. أنا لا أريد أن أخذ من وقت أيضا الدكتور جمال، ولكن أعتقد أن الأمور لا تسير باتجاه أن الأمريكان يستطيعوا أن ينفذوا وعدهم من وعده بقيام الدولة أو الاعتراف حتى سياسيا بالدولة الفلسطينية والضغط لوقف هذه الحرب. أمامنا فقط لوقف هذه الحرب، أنا أهم شيء بالنسبة لنا وقف هذه الحرب أقل تقدير، لأن الوقت في غزة من دم، بالتالي وقف هذه الحرب هو أهم شيء. أنا أعتقد العودة إلى إطار باريس في تنفيذ المرحلة الأولى 45 يوم فترة مهمة، ونحن سياسيين نقول الهدن تبرد الحروب، قد تكون هي فرصة لتبريد الحرب والوصول إلى اتفاق لاحقا، لكن بالتأكيد حماس ستكون جزء من الحل وليست جزء خارج الحل كما يتمنى الاحتلال الإسرائيلي، والأمور ليست سهلة كما يتوقع لا الاحتلال ولا الأمريكان. وأنا أقول لك في آخر كلمة أقولها أن لا زالت المقاومة بخير في غزة، طالما المقاومة بخير إحنا بخير يعني شاء. لأنه ده من شأنه ما يعطينا شيء من الأمل. إذن في نفس ذات السؤال تقريبا يا دكتور جمال، ما هي الحلول؟ يعني ساعات بيتبادر لذهني أنه لا يوجد حل غير أنه الوضع للأسف هيستمر على ما هو عليه، حتى وإن هدأ قليلا هيبقى في مناوشات مستمرة من آن لآخر ما بين
جميع الأطراف، الاحتلال من جهة، المقاومة من جهة، ونبقى بنعول على التغيير الديموغرافي وهو تغيير قد يكون متوسط أو حتى طويل الأمد، وإنه ده الحل النهائي. نحن أمام تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث فيها وقال إن رد حماس كان رد خيالي، هو حماس قد قسمت مرحلة، يعني رأت مرحلة للحل، وهي مرحلة أنا أعتبرها حتى القاهرة تفهمتها، حتى أنتوني بلينكن نفسه حينما بدأ الأول وقال إن في رد حماس ما يمكن التفاوض بشأنه أو يمكن الحديث، وبتحدث عن هدنة 45 يوم، في خلال 45 يوم يتم تبادل، وهذه يعني أقصى ما يمكن تقديمه، تبادل الأسرى غير المدنيين مقابل إفراج إسرائيل عن 350 من السجناء الفلسطينيين. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة أخرى بعد ذلك، هذه المرحلة يتم فيها وقف إطلاق النار وتفرج حماس عن جميع الأسرى الإسرائيليين بما فيهم العسكريين. كل هذا بالتبع يعني أنا بعتبره هو حل ما يمكن أن تقدمه حماس، بمع يعني بخلاف ذلك فهو في نحر لحماس ونحر للمقاومة الفلسطينية. يعني أنت يعني تحدثت عن أما يعني التعويل على إدارة ديمقراطية أو إدارة جمهورية، فبالتالي كما أسلفت في السابق أن لن تختلف يعني بشأن، يعني يمكن أن يكون هناك خلاف بين الإدارات أو تباين بين وجهات النظر الإدارات الديمقراطية والجمهورية في القضايا الداخلية، قضايا المناخ، قضايا ثانوية، أما بشأن فلسطين فهذا يعني غير موجود. يعني أنت بتقول بين الجمهوريين والديمقراطيين يا قلبي لا تحزن، لا يا قلبي احزن، يعني بالنسبة، لأن بالنسبة يا قلبي لا تحزن أكثر ما أنت حزين. لا هو هنحزن يعني حتى إذا جاء ترامب أو إذا جاء مرشح جمهوري آخر يعني غير ترامب، فبالتالي لن يكون انحيازه لإسرائيل أقل من انحياز بايدن. يعني بايدن أنا بأرجح أن يكون هو الأكثر تشددا والأكثر ميلا إلى إسرائيل والأكثر دعما لإسرائيل. بنيامين نتنياهو يعني حسب تصريحاته أنه يجب بالفعل القضاء على حماس قضاء تاما وأنه لا مستقبل لحماس، لكن حماس هي فكرة، طالما بقي هناك احتلال سوف يكون هناك مقاومة، إذا غابت حماس سوف يكون هناك تتولد حركات مقاومة. يعني منذ عام 48 حتى يومنا هذا تبدلت حركات المقاومة وتصاعدت حركات منذ الجهاد المقدس والشيخ أمين الحسيني، وما بعد ذلك جاءت حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، كل هذه الحركات هي كانت نتاج لواقع الاحتلال. فبالتالي طالما بقي الاحتلال سوف تبقى هناك أو تتولد من رحم الاحتلال ستولد حركات مقاومة تقاوم وتؤرك الاحتلال في مضاجعه حتى يمكن بالفعل استخلاص الحق. هذا بيحتاج واقع عربي مغاير، هذا الواقع العربي لا ينبئ أو لا يعني يبشر بقيام دولة فلسطينية مستقلة على ما يسمى بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا الواقع الدولي أيضا يحتاج واقع دولي مغاير، لكن دوام الحال من المحال. من ذا الذي يعني كان يتوقع أن تتبوأ دولة مثل الولايات المتحدة تلك المكانة الدولية التي تبوأتها واحتلت مكانة إنجلترا وفرنسا التي هي إمبراطوريات، فبالتالي يعني دوام الحال من المحال. فبالتالي الأمر يحتاج واقع عربي مغاير، واقع عربي يتسم باليقظة ويتسم ب يعني يتعامل بمنطق المصلحة، ويحتاج أيضا واقع دولي مغاير، وبالتالي نحن نأمل أن يكون هذا قريبا. طب أنا عايز أشكر حضراتكم جدا وأعتذر جدا عن قصر الفقرة، وبالمناسبة المسؤول عن أن الفقرة قصيرة هو المذيع صديقكم وأخيكم ورفيقكم، هو المسؤول عن دليل وبيرغي في أول الحلقة، لكن أنا أتمنى فعلا إحنا نقعد تاني وقريب، يعني يمكن دكتور جمال عارف أن إحنا وعودنا في هذه الحال بنؤكدها دائما، أن إحنا كل مرة بنقول لازم نقعد تاني دكتور جمال، وفعلا بنقعد. وأتمنى أيضا دكتور أيمن أنك تنورنا، لأنه مهم أن إحنا حتى نناقش بعض الطرح صحيح. وده أصبح موجود على مسألة الثقل الديموغرافي الفلسطيني صحيح. بالتأكيد مستقبله صحيح. أكبر بكتير من الثقل الديموغرافي الصهيوني، وقد يشكل أمر ما على الأرض صحيح. بالواقع إلى آخره.
هنفكر فيها لما يحين وقتها. لكن للأسف وقت الحلقة خلص. كل شكر مرة تانية يا دكتور أيمن. كل شكر مرة تانية يا دكتور جمال. وأتمنى أن احنا جميعا لا نتوقف عن التفكير. هو مين اللي ممكن يحل المحل بتاع واشنطن في وقت من الأوقات زي ما قال دكتور جمال، ويمكن زي ما أكد دكتور أيمن أنه واشنطن حلت محل لندن وباريس بعد فترة طويلة جدا من الهيمنة الأوروبية على مجريات السياسة الدولية. طب هل آن الأوان إلى أنه هيبقى في عاصمة ما أو عاصمتين ما يحلوا محل واشنطن؟ هل هذا قريب؟ ولا هل هي أحلام العروبة زي حالتنا؟ ولا هل ده ممكن يبقى واقع ولكن ليس بالقريب وإنما أيضا ليس بالبعيد؟ على رأي الدكتور طه حسين انتظرونا في المزيد من المناقشات. مخلصش الكلام لأنه حالا كريم رمزي يبقى داخل وبرنامجه رقم 10. أما إحنا لو كلنا العمر هنقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.